يلا بينا. ايوه انا قرفان حقيقي، انا قرفان. ناس هتقول لي في ايه يا سامي، مالك؟ احنا متعودين ان انت بتطلع تتنطط وتفرهد الدنيا كده وبتاع. اقول لكم لا، انا قرفان يا جماعه، انا عايز اسافر بره مصر. لا مش بره مصر، بره بره كوكب الارض. انا يعني انا رساله للمجتمع المدني، رساله لوكاله ناسا. انا عايز يا جماعه، انا عايز بقى ال 18000 دولار اللي انتوا بتفضلوا بقى تقولوا عايزين واحد ينام 15 سنه عشان طب. لا انا مش عارف حاجه، سيبوني اطلع اسافر، اقول لكم اي حاجه، امسك لكم ميه، اشيل شنط في الفضاء كوكب المريخ، يعني امسح لكم المكوكات كده، اي حاجه بس يصفروني اي حته بقى. زهقت يا جدعان من كوكب الارض واللي بيحصل عليه، امانه الله والله الموضوع موضوع بقى رخم. بص يا جماعه، انا اقول لكم اللي حصل معايا وخلاني قرفان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا ببقى متعود ان انا لما اجي اعمل مثلا فيديو على التيك توك ببقى بتفرج على الفيديوهات بس مقطع مقطع، يعني اشوف المقطع، يعني مثلا اللاب قدامي هنا بشوف المقطع اللي انا هتكلم عليه وبعد كده اوقف واجي اعمل الرياكت وبعد كده ارجع اكمل وبتاع كده. انما انا عملت جريمه بجد، انا اتفرجت على المقطع كله حته واحده، اتفرجت على 14 بني ادم، كل فيديو لوحده في ال 14 يجيب شلل للشلل، يجيب حصبه للحصبه، يجيب كورونا للكورونا. اتفرجت على ال 14 كلهم حته واحده. انا عمري ما عملت كده قبل كده، انا طول عمري كنت اتفرج على مقطع واجي بقطع واجي زيكم كده بالظبط. انتوا لما بتيجوا تتفرجوا على الفيديو بتاعي معلش بتاخد الصدمه من الفيديو وتيجي تلاقيني رديت جدع يا سامي، ايوه يا سامي اديله. انما انا اتفرجت على ال 14 مره واحده. اعزائي الساده المشاهدين، مش انا هتشلل لوحدي، انا مش هتقرف لوحدي. اعزائي الساده المشاهدين، النهارده الحلقه ال 35 من مكافحه عهاد التيك توك. اعزائي الساده المشاهدين، كل واحد يجيب كوبايه شاي ويلا بينا. على الطلاق بحبك يا هاجر، بجد بقول لك يا لاوي يا خرابي يا نوحي يا نوحي قلبي يا رب بحبك يا بيت. رسالة للناس اللي بتطهر الأطفال الأبرياء العيال الصغيرين، يا جماعة وانتوا بتقصوا ما تتعاملش ان انت ماسك قلم رصاص وعمال بتبر فيه، اعملوا حساب اللحظة دي، اعملوا حساب اللحظة اللي الطفل الصغير هيكبر فيها ويلاقي نفسه نبلة ويلاقي نفسه مش فاهم هو فيه ايه، انا كده ليه ولا انا كده ازاي. يا نوحي يا نوحي يا نوحك يا نوحك يا فرحة امك بيك يا فرحة يا فرحة. ابوك ماشي في الشارع طبعا خلف جفارة ماشي، يا دي انتوا عيالنا جنية ليه كده يا رب. انا عايز افهم حاجة، يعني مبدأ ايه في الاول؟ على الطلاق يا رفاعي الدسوقي، رفاعي الدسوقي بيبقى. انما عكست بعد كده ساره جاي بتتكلم في ايه؟ في ايه مش كده؟ انتوا كعيال دبل عايزين تعملوا كده ليه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني انتوا بتعملوا كده عشان انا تاذوني؟ انتوا كده بتاذوني، انتوا كده بتاذوني. انا في حاجه اتقبضت عندي كده اول ما شفت الفيديو، انا مش عارف، انا خايف هروح اكشف. طب ولا اعمل انا قلع على نفسي. على الطلاق بحبك يا سلمى، العشق يا جدعان يا لاوي يا لاوي يا نوحي يا نوحي، بحبك يا سلمى وبحب كل اللي اسمهم سلمى. يا دي انت بتتكلم كده ليه؟ قطع الحته دي يا دي، يا مخرم يا ابني بتتكلم كده ليه يا ابني؟ انت عارف القله؟ انت مخرم مخرم زي القله، عارف الصفاء بتاع المكرونه؟ انت بسم الله ما شاء الله، انت وهو توأم. انت بتتكلم كده ليه يا ابني؟ ويا روحي دبله والله العظيم دبله، اقسم بالله دبله. انا في حاجات عايز اقولها بس مش هينفع اقول الناس اكيد عارفه الكونكت اللي ما بيني وما بينكو، انتوا عارفين انا عايز اقول ايه بالظبط واقول ايه كويس. كل اللي اسمهم سلمى وكل اللي اسمهم هاجر، النهارده انتحار جماعي، النهارده هنسمع
عن 85 مليون هاجر زائد 95 مليون سلمى ماتوا في ظروف غامضه بسبب بيت امك. لا معلش بقى ناجي تاني بقى عشان الموضوع ما يزيدش مننا اكتر من كده. معلش النسوان اللي بتخلف والرجاله اللي بتتجوز، لو عندك شك واحد بس في المية ان ابنك هيطلع بالمنظر ده او انت عندك شك نص في المية ان ابنك هيطلع بالمنظر ده، ابوس ايدك اقتليه، ابوس ايدك اقطعي شرايينه عشان نرتاح، ابوس ايدك تحطيه تحت قطر يعدي عليه رايح جاي. اعملي في اي كريمه، احرقيه يا ست احرقيه عادي، هتقولي لها هيخش الجنه بعد. انما احنا عايزين برضو نخش الجنه ونسعى اليها، انما اللي بيعملوا عيالك دول والنسوان اللي بتخلف وهتجيب عيال شبه ده، لا احنا كده هنخلط في النار باللي عيالكم بيعملوه فينا ده. التيك توك ابلكيشن لا يموت، التيك توك ابلكيشن لا ينهزم. من خبرتنا الحياتية عموما قدرنا نعرف أو مش قدرنا نعرف، هي قاعدة معروفة إن الأنثى الإنسان طبيعي جدا هينجذب ليها ذكر الإنسان، زي ما أنثى الكلب بينجذب إليها ذكر الكلب، إنما أنا راضي ضميركم دي أنثى أصلا إزاي؟ يعني أنا كذكر هنجذب لي الأنثى دي إزاي؟ لكل قاعدة شواذ، أنا اقتنعت بالقاعدة دي النهاردة إن لكل قاعدة شواذ. أينشتاين ما لمش كل حاجة برضه، ونيوتن ما جابش الفولة كلها، بس أنا قدرت أوصل للموضوع ده النهاردة، إن أنا عندي إن ذكر الإنسان ينجذب للأنثى الحمار أحسن ما ينجذب لهذا الحيزبون. واللي حكى لك عني وأنت صدقته جه حكالي عنك، عارف انا عملت ايه؟ برضو صدقت. هو يعني انت احسن مني؟ اللي حكالك عني وانت صدقته جه حكالي عنك، بس انا عارف انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ حطيت رش في حواجبي. وتشد قدام ادخل صايع؟ لا معلش بقى، انت تروح ما تروح تشد قدام مكنه حلاقه صفرا؟ لا بقى، انت لحظه واحده بقى يا امي، 2 جنيه 2 جنيه ما لهمش 30، خد يا امي 2 جنيه يا امي، وهدي مكنه حلاقه صفرا، خدي وشين على وشك، انما شد قدام ادخل صايع، انت ولا بقى في مناظركم دي بقى؟ الواحد ما بيعرفش من شويه. الو الو، قلبي عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انا مش قلتلك شوية برد وخلاص؟ برد الحمد لله. المهم انا عاوزك تخلي بالك من نفسك. اسماء انت مخبية عني حاجة؟ صوتك بيقول كلام كتير مش فاهمه. سعيد انا جالي فيروس كورونا. انسان يا سعيد. انسى؟ انسى 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 سعيد. انا جاي بواسير يا سعيد، اعمل بتاع اكس مان لو طلع حديد كده واقطع في هدومي ولحمي كده واجيب من اول صوابع رجلي. انا جالي كرب في معدتي اهو اهل العلم والطب والعلماء، انا جالي جرف في معدتي، الجرف ده مع مرض جلدي، انا خلاص انا عرفت، انا جسمي اشعر من نتانا اللي في الفيديو ده، والله العظيم تمثيل اوفر. تمثيل فين التمثيل ده اساسا؟ ولا انتوا في ايه؟ وبعدين سعيد واسماء، سعيد تبقى طبيعي تبقى دي قصه ام الحب اللي ما بينكم. انا مش عارف انتوا عايزين مني ايه. لو سمحت يا اسماء، انت جالك كورونا ما تقولي في 60 داهيه، قولي في 60,000 داهيه عشان روحي ولعي في شقه امك وسعيد ولحد اخر وعلى السامع والساده المشاهدين ماتوا. وانا عارف ان انتوا اقسم بالله نفس اللي جوايا نفس. اقول لكم بقى عند ليله احنا هنكمل بقى سعيد واسماء. انت هتفضلي في قلبي.
لحد آخر دقيقة في عمري. سبتني سحرت الليالي، سبتني وما دريت بحالي بسألك بتنتي. بقولك ايه، خدي الراجل اللي يبوظ لك الروج، ما تاخديش الراجل اللي يسيح لك الكحلة. كحلة وروج؟ هو اللي في وشك ده مش حادثة؟ أنا قريت على الحادثة دي، إنه قطر دخل في وشي واحدة. أنت ده هو ده القطر اللي دخل في وشك. دي تايتانيك ما خبطتش في الجبل الجليدي، تايتانيك اترجعت في خلقتك وراحت مقلوبة على جنبها. ده مش كحلة وروج ده. وبعدين مين هذا الذكر؟ احنا كنا بنتكلم طبعا عن الذكر والانثى في اول الفيديو. مين بقى الذكر اللي هيبوظ لك انت الروج؟ هشاوري لي عليه علشان اروح ابوس رجله وابوس ايده ازاي جاله نفسه يعمل راجل يبوظ لك انت روج؟ ده اكيد تحت تهديد المخدرات. راجل مغيب ابدا اللي هو بيبلع استروكس كده ويروح يخرب لك الروج. ده ملهاش علاقه ولا ليها حل الا كده. ولا انا اسمي احمد منسي، كلنا عايشين وما بنخلصش. استخبوا بقى عشان احنا جايين. استخبوا بقى علشان احنا جايين. حرب استرجاع الاستشوار. تالت رابع هجمت على تانية تالت سرقت الاستشوار بتاع مودي. فمودي ما يسكن ازاي؟ لازم يلم اصحابه في الاستشوار ويروحوا يستردوا هذا اللي يا ريت انتوا دبل يا ريت الحاجات دي مش بتاعتكم. ابعد الف ب عين دال. ابعدوا عن اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا دبل. خليكم بقى في شويه البنات اللي مش عايز اغلط برضه. شويه البنات اللي ما لهمش اهل دبل برضه زي حالاتكم. اعملوا بقى ايه فيديوهات؟ واحد يخبط في كتفه واحده فتقع تخبطه في كتفه كده. انما اللي انتوا بتعملوه ده بصراحه عليكم على مناظركم. ولا انا اسمي احمد منسي، كلنا عايشين وما بنخلصش. استخبوا بقى عشان احنا جايين. قائد تالتة رابع بيهدي التانية تاني وتانية تاني تسكت. يروح بقى قائد تانية تاني طالع بقى يقول احنا ما بنخلصش يا ومحدش هيقدر يجي ياخد الاستشوار اللي احنا سرقناه عشان كلنا عايزين نعمل استشوار دلوقتي. لو فاكرين ان تالتة رابع هتسكت فتانية اول معاها تالتة خامس وتالتة خامس كلها عيال بتاعت استشوار. يعني خافوا احنا جايين وكتير وما بنخلص. اسمع على انت وهو ولا انا عملت نيروك جديد. مش معنى مادي شطه يغسل سنانه ودينا مراجيح تعمل نيروك جديد. انا عملت النيروك عشان راح اتقدم لدينا مراجيح. وانا هيجي يدفع عليكم فرحكم. حقيقي ان جمع عيل لما وفى والله العظيم جمل وجمال كلب وكلبه سحليه وعرسه لاقيين على بعض. وبعدين اللي عايز يعني انت علشان تعمل نيروك عشان تتقدم لدينا مراجيح تروح تسبغ دقنك اصفر؟ انت لو استحميت ده بالنسبه لك نيو لوك. والله العظيم انتوا كده في فصيل كده وفي عشيره او قبيله منكم بتوع التيك توك دول لو استحموا ده نيو لوك بالنسبه لهم. اقسم بالله يا بنتي تصدقي وتأمني بالله قولي لا اله الا الله. انت لو كنت بس عديتي من وسط العيال عادي ما كانش حد هيكلمك. انت فيك رجوله عن البخ اللي انت جايباه. وبعدين خلينا بقى ايه نخرج بره الموضوع اللي هو تيك توك وبتاع. ارجع بقى للحقيقه والطبيعه عادي. انا كواحد ماشي في الشارع شفت واحد ماشي بالكلوت كده انا ايه هيبقى رد فعلي؟ انا شايف ان هم في منطقه شعبيه يعني الناس اللي هم عندهم اصول وبتاع والدنيا جميله. ليه ما يشوفكش واحد يروح واخدك في اي عشه وياخدك يخطف بيك في مواسير كده علشان اللي زيك ينتهوا؟ اهلكوا فين؟ ابوك فين؟ انا عايز اشوف رد فعل ابوك لما يشوفك بالجلوت كده قدام الناس. هيبقى بقى ابني ابني يا حبيبي والله شرفني يا حبيبي انزل جلوتك حبيبي اجيب لك جلوتات الوان ثانيه كتير. يا جماعه ايه يا جماعه؟ انتوا ازاي رجاله؟ بجد والله انتوا ازاي تحملوا في البطاقه من ورا سكر؟ استغرب اقسم بالله بستغرب. لا انا اصلي ولا ليا دي القديمه يا ماما بتاعتنا وانا اوريدي اكمل واحلى هيحبك عليا يا حلطامي تكبرك يطلع بك الرحله انا عارفه اني بيت بلادي. طبعا كلكم عارفين انواع البنات. البنت المليانه والبنت الكيرفي والبنت المعقبه والبنت المعصعصه. انما انا بقى انا اول مره اشوف البنت ام صرم.
هي دي بقى ام سرم. لا ام سرم اهي، ام سرم راحت، ام سرم جت، ام سرم طلعت. هي دي، دي ام سرم. انت بتعملي كده ليه يا بنت؟ انت بتعملي كده؟ عارفين لما يبقى بص معدي قدامك وتروح لفح وشبشب بيقع نصين ديل، والجسم الجسم بيجري والديل بيفضل يعمل هو ده. هي دي ديل. بص انا متاكد مليون في المية واقطع دراعي من عندي قفايا ان ده ديل. بص بص يا جدي، بص يا بابا الحاج، انت مراتك اكيد مش في البيت. شفت انا كنت هقطع دراعي، اقطع دراعي التاني بقى لو عندها. اذا كانت مراتك في البيت، مراتك وربنا لو كانت في البيت كانت خلتك توطي تلحس الشاي بلسانك من على الارض. والله انا بعدين يا بابا الحاج، يعني انت استفدت ايه يا حاج من اللي انت هبل اللي انت عملته؟ قول لي انت، يعني انت راجل كبير كباره، راجل عمده، برنس في حياتك، عشت قد اللي عشته ثلاث اربع مرات. ايه بقى اللي جه في دماغك؟ يا جماعه ما تخوفونيش من الشيخوخه، ما تخلونيش ابقى خايف على نفسي لما اكبر، عقلي هيفس زيكم ولا هو انتوا حالات شاذه كده في وسط البني ادمين اللي زينا؟ ابوس ايديكم وارحموا، ارحم بقى الحاج، والحق تاني اللي انت عملته لمراتك تيجي ترفع قضيه طلاق عليك دلوقتي حالا. اعزائي الساده المشاهدين، لو انتوا لسه كملتوا لحد، لو انتوا بصوا خليتوني نسيت حتى الكلام، نسيته. لو انتوا كملتوا لحد دلوقتي اعرفوا ان انتوا جالكوا شلل زيكم والحمد لله. انا بقى اتفرجت على كل ده مره واحده قبل ما اعمل اي حاجه، بس انتوا سبحان الله انتوا اتفرجتوا بقى بردود وبتاع والدنيا كانت لطيفه لينه. اعزائي الساده المشاهدين، لو انتم لسه جداد اعملوا سبسكرايب للقناه، ولو انت لاجئ عندي اعمل لايك للفيديو. اعزائي الساده المشاهدين، لو انت على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاع قناتي على اليوتيوب فوق تحت العنوان، ولو انت على اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاع البيج بتاعتي على الفيسبوك المخروب اللي هناك ده تحت في الديسكريبشن. اعزائي الساده المشاهدين، سلام عليكم.